فتة بالفاصوليا البيضة والحمرة. هنعمل حبة فتة حلوين بالكفتة. امال دي ايه بقى؟ باللحمة المفرومة، بس اللي عمل كفتة اللي عملتها كفتة فراخ، لكن دي لحمة لحمة. يا ريت النبي، يا ريت النبي كده يعني، كده يعني كفتة داود باشا وبالتو كلر، يعني بلونين، صلصة بيضة وصلصة هنا بصل. طيب بص يا سيدي، هنا ده بصل كفتة عندي اهي، عندي رز، عندي عيش محمر، عندي صلصة بيضة، عندي فلفل الوان، مكعب مرق، شوية كزبرة خضرة، ملح وفلفل، بابريكا، كمون، توابل مشكلة، بهارات مشكلة. عندنا حاجة جميلة حلوة هتعجبكم إن شاء الله. هنعمل صلصتين، هنعمل صلصة طماطم وصلصة بيضة بالزبادي. في الفريملز يا صلاة النبي عليكم، الفريملز بتاعك. وادي شوية الزيت اللي انت عايزهم يا ستي. احنا اديناها ملح، اديناها فلفل، اديناها كل حاجة. واحضرونا في الوايت صوص اللي هو الصوص الابيض. عملنا احنا البابا اللي هو داود باشا، عملناه مع البصلايه والتومايه والصلصه، عملناها منه فيه كده. ودي هنعمل زيت زيتون اهوت مع توم مفروم، هنعمل الوايت صوص اللي هو الصلصه البيضه مع الجمال ده كله اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع الوايت صوص. هنا حطينا فص توم، شويه زيت زيتون، مكعب مرق، الجمال ده كله ده للولد ده، الجمال والحلاوة دي للولدة. طيب احنا بنقول ان انا بحب اغرف اكلي دايما كده بحاجة مميزة. هنا نجيب شوية فاصوليا، شوية فاصوليا، ننزل بالوايت صوص، نصلي على الحبيب واللي قصاده عمره ما يخيب. مش عايزها تغلي كتير عشان ما تقطعش منك، ده صوص الزبادي يا جماعه اهو. وادي شوية الكزبره الخضراء اهم، ماشي كده. طيب كده هنا ادي كمان شوية هنا فاصوليا، شوية فلفل الوان. بعمل حاجة لازم تكون جميلة وطعمها حلو اهو اهو اهو. طيب الصوص بتاعي خلاص اهو، ادي العيش
بتاعي. نعم يا فندم. ما انت فكر ايه؟ لا يا راجل، لا لا الله، لا لا الله، لا الله. حبيبي يا رسول الله اهو.